اليوم نجتمع بهذه بجهة الشرق وبالضبط بالمدينة الألفية مدينة وجدة لإتمام اللقاءات الجهوية التي أعطت انطلاقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من أقصى جنوب المغرب وبالضبط من جهة الداخلة واد نون. وتندرج هذه اللقاءات الجهوية في إطار البرنامج الذي يشتغل عليه حزب التجمع الوطني للأحرار والذي عمل منذ ترأس الرئيس عزيز أخنوش عمل على مؤسسة هيكل المرأة وهيكل الشباب في البداية إلى وصول 18 مؤسسة موازية حاليا. فارتأت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إطار سياق الحالي لفتح باب الحوار والنقاش من أجل جمع المقترحات من خلال هذه الزيارات لجميع جهات المملكة بإشراك النساء المغرب من جنوبه إلى شرقه، وبغية تنزيل توجهات دستور المملكة، توجهات خطاب السامي لجلالة الملك الأخير لعيد العرش والذي حظيت فيه المرأة بعناية خاصة من أجل النهوض بوضعيتها في المجتمع المغربي. كما كان الخطاب السامي فرصة لإعطاء مجموعة من التعليمات والتوجهات لأجل النهوض بالأسرة المغربية كافة. فلهذا ارتأت منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق من أن تدرج الموضوع ما كانت الأسرة في السياسات العمومية من أجل تعزيز أفضل لمقاربة النوع وتحقيق وحماية الطفولة. فالوسيلة الوحيدة التي يمكن للمرأة أن تشارك فيها بصفة فعلية وكذلك من أجل الإعمال بتوجهات خطاب صاحب الجلالة لابد من أن تكون للسياسات العمومية إشراك أو التفاتة للمرأة. فنحن بجهة الشرق كنساء متفائلات لأن المرأة المغربية تعمل على إبراز كفاءاتها وإبراز قدراتها. فاليوم الحمد لله المرأة في المدرسة موجودة تقريبا بالمناصفة من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، فهذا مؤشر جد إيجابي. أنا أظن أن المناصفة قادمة بصفة فعلية، ما ينقصنا هو إشراك المرأة في القرار السياسي من أجل أن تكون الرؤية متكاملة، يعني إشراك المرأة والرجل من أجل تنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات. فحزب التجمع الوطني للأحرار عبر منظمته الموازية وهي الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وجميع فروعها جهويا إقليميا محليا تشتغل على مجموعة من القضايا التي تهم الإقلاع بوضعية أو النهوض بوضعية المرأة المغربية سواء في المجالات الحضرية أو المجالات القروية. فمن هذا المنبر كرئيسة منظمة المرأة التجمعية أنا جد فخورة بهذا الانتماء، لأن حزبنا يشتغل بدينامية مستمرة بعيدا عن الدكاكين الانتخابية، فهذا فخر لنا كنساء تجمعيات. وقد انخرطنا كنساء جهة الشرق من أجل العمل على رصد مجموعة من الاقتراحات من بمقاربات متعددة الزوايا، بدءا من المقاربة السوسيولوجية مرورا إلى المقاربة القانونية إلى المقاربة الاجتماعية وإلى المقاربة الثقافية.